مع عالم التطوع، ولكن هالمرة فرح بنكهة مميزة، صبية صغيرة ولكن تعرف أنه العطاء ما له حد. أكيد نيرمين، لما بنحكي عن المثابرة بطلب العلم والمعرفة هو سبب كتير كبير لحتى تكون من المميزين، والمميزين بشكل كتير كبير بين الأصدقاء وخاصة في دار الرحمة. طبعا حب للتعاون وعمل الخير فتح لها فرصة لحتى تكون أصغر متطوعة معنا لليوم. عم نحكي أكيد عن الشابة زهراء علوان، طالبة في مرحلة الشهادة الثانوية. رح نحكي قصتها بالتفصيل بصباحنا. صباح الخير. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. خلينا هيك زهراء نتعرف عليكي أكثر. أنت هلأ بكالوريا، من أي ما تبلشتي بعالم التطوع؟ طبعا انا اسمي زهراء علوان. بشكر كثير قناه الاخباريه السوريه على هذا اللقاء الجميل. انا من بداياتي طبعا انا مقيمه في دار الرحمه. طبعا دار الرحمه هي كانت اهلي وبيتي. انا من انا وصغيره يعني من قبل المدرسه انا بدار الرحمه. طبعا دار الرحمه فتحت لي افق كثير كبير قدامي، يعني مثل اي طفله صغيره ما كنت يعني متعلمه شيء. علمتني كثير شغلات، فادتني بمسيرتي المهنيه والعلميه والعمليه الدينيه. كثير استفدت شغلات بالدار. طبعا كانوا الداعم الاساسي والاول لي امي الغاليه ماما براءه، كانت اكبر داعم لي بدار الرحمه، هي مديره دار الرحمه. طبعا بدات مشواري. ايمت بلشتي بالتطوع بعالم التطوع؟ هلا عمرك 18 سنه تقريبا صح؟ تماما. من ايمت بلشتي بعالم التطوع؟ قصدك التطوع باليو ان؟ تمام. التطوع باليو ان لي تقريبا شيء قريب الشهر ونص تقريبا. متطوعه بقسم حمايه الطفل بمبنى مفوضيه للاجئين. طبعا بدي اتقدم بشكر كبير للاستاذه فخر عبد الحي، هي اللي كانت داعم اساسي لي باني فوت على هاي المفوضيه. طبعا انا يعني هن شافوني متميزه بعده شغلات بقسم الالقاء، قدمت حفل للاجئين، حفل احتفاليه للاجئين، وطبعا يعني حبوا الشغل وقرروا يعني اني اكون معهم متطوعه باليو ان. وانا يعني حبيت هاي التجربه وحبيت اني يعني خوضها، وان شاء الله هيك بتكون ذات فوائد اكيد يعني الي. زهراء رح نحكي عن موهبتك بالتفصيل. لما بنحكي عن الالقاء قد ايه بده شخصيه قويه، قد ايه بده تمرس، يمكن حتى باللغه بالتشكيل، كثير من التفاصيل يمكن بعضنا نحن بيجهلها، بس لما بيشوف هي الشخصيه المتكامله بموضع بيكون فيه للالقاء بحس قد ايش هي صاحبه شخصيه كثير قويه ومؤثره بنفس الوقت. شو اللي ثقل هي الشخصيه عندك زهراء، وكيف قدرتي توصلي لهذا التميز؟ طبعا انا يعني من انا وصغيره يعني كان عندي موهبه الالقاء، انا بحب يعني موهبه الالقاء. بدار الرحمه داري اكتشفوا هاي الموهبه عندي، فبلشوا ينموا لي اياها بعده طرق، مثلا دورات، اقامه دورات بمختلف الاساتذه المتخصصين، يعني مثل الاستاذ سديم قاسم والاستاذه جولي درويش، كان لهم دور كبير يعني بصقل هاي الموهبه عندي. طبعا دار الرحمه هي اللي بلشت معي بهي الموهبه. بشكر طبعا الاستاذ سديم القاسم والاستاذه جولي درويش والاستاذ عرب المصري بنادي محافظه دمشق قسم الاعلام. هنن كان لهم دور كثير كبير باني اطور هاي الموهبه واني احسن نمية أكثر، وحتى تماما. أنك أنت تسقلية أكثر من هيك. بدنا نحكي عن وجودك بعالم التطوع. أنت قلتينا بقسم رعاية الطفولة، قسم حماية الطفل، احكي لنا أكثر شو هي نشاطاتك، عن شو أنت مسؤولة اليوم كمتطوعة؟ يعني قسم حماية الطفل هو قسم صغير بس مفعوله كثير كبير، يعني بيأمن راحة للطفل نفسية، وحتى يعني أنه بيبعده عن الملل، لأنه الأشخاص مثلا الأهالي بيجوا على مبنى مفوضية حتى يجددوا بطاقات مثلا أو يعملوا أوراق مهمة لإلهم، فيعني بينتظروا مدة زمنية محددة. بهي المدة الزمنية الطفل يعني بمل، الأطفال الصغار بملوا، فبينزلوا على هي المساحة، مساحة للطفل فيها ألعاب، تلفزيون مثلا، تلوين، رسم، فأنا بكون هناك المشرفة، باخذ الطفل بسليه بلعبه بخليه يلون، بتعلم منه وبتعلم مني يعني.
يومين عندك ساعات بالتطوع؟ دوام نعم. يوميا عندك ساعات بالتطوع؟ لا، ثلاث ايام بالاسبوع. خلينا نحكي شوي عن هي الموهبه، حابين تسمعينا شيء؟ طبعا تفضل. سوريتي لي بين عينيك قداس ولي شغف، حديث نفس رواه الشوق والبتل، على ترابك تمشي ألف قافية يا أول الحب، إنا فيك نكتمل. بك البهاء يذيب السحر في لغتي، وينطق الشهد ثغر بالشدى خضل، إنا بدونك لا شمس ولا قمر ولا سلام ولا ماء ولا هطل. شكرا لك. اذا بدنا نرجع شوي معك زهراء ونحكي عن الالقاء، قديش بتحاولي يمكن لما تشوفي بعض الاطفال اصحاب الشخصيات القويه، من بعض الاطفال يمكن اللي بيحبوا حتى الشعر بيحبوا الالقاء، ممكن تساعديهم مثل ما انت تقدم لك مساعده أكيد. او ممكن تدليهم على الطريق الصحيح، صدفتي هيك حاله؟ اكيد، نحن عندنا بالدار في عده مواهب، يعني بيحبوا الالقاء، بيحبوا انه يعني يمسكوا المايك ويطلعوا يحكوا تماما. قسم الشعر يعني اخص الشيء، في يعني اي حدا مثل ما اخذ بده يعطي تمام، فيعني اي فرصه انه بتصح لي اني انا مثلا ادرب اي طفل او طفله يعني بدار الرحمه، طبعا انا بكون ممنونه، يعني اكيد رح اتعلم منه، هو رح يتعلم مني، ويعني ما حقصر اكيد باي تدريب صغير ممكن اني ساهم فيه. زهراء، انت حاليا مثل ما ذكرنا بكالوريا بالشهاده الثانويه، وعم تدرسي شهادتك او ميولك هو ادبي، خلينا نحكي شو بتفكري للمستقبل؟ يعني عندك مواهب، عندك شغف، عندك طموح، اكيد شو حابه تصير؟ اكيد يعني انا بحب قسم الاعلام تماما، بحبه كموهبه، بحب اني يعني جرب فيه كمل فيه، بس لكن ليس هدف. هدفي يعني ممكن بحب العلاقات الدولية، علاقات السفارة لهيك، يعني ممكن يعني إن شاء الله يعني فوت كلية العلوم السياسية وكمل دراستي إن شاء الله. نحن أكيد نتمنى لك كل التوفيق. زهراء، بالجانب الثاني جانب التطوع، خلينا نعرف حضرتك شو قدم لك هذا الجانب؟ دائما نحن بنحكي شو قدمنا، كيف عم نشتغل، كم يوم بالأسبوع، بس هو التطوع بحد ذاته شو قدم لك؟ طبعا يعني هي كانت تجربة كتير حلوة لي، وبحب اني كمل فيها، يعني هي التجربة راح تثقل شخصيتي من عدة نواحي، النواحي الثقافية مثلا، النواحي الاجتماعية، يعني اي كلها حالات انسانية، يعني اي طفل ممكن انه يعني يحب يجرب فيها. طبعا قدم لي التطوع كثير شغلات، اني مثلا قدرة التواصل على مع الاطفال الصغار، يعني مو اي حدا ممكن انه يحسن يتعامل مع طفل تماما، يعني هي الموهبة ممكن انه يعني مو كل الناس تمتلكها. ان شاء الله يعني انا اكون قد هي الثقة اللي منحت لي واقدر اكمل فيها ان شاء الله. خلينا هيك نحكي عن بيتك دار الرحمة، مثل ما أكيد. ذكرنا انه انت متطوعة برا، ولكن ايضا بشخصيتك يلي لفتت اليوم الموجودين بالدار وبرا الدار، اكيد عندك يعني مسلمينك مسؤوليات معينه اليوم ضمن الدار، او انت عندك مبادرات شخصيه لتساعدي غيرك لتتفاعلي اكثر مع باقي رفقاتك، خلينا نحكي اكثر عن هي اكيد. هلا انا يعني بكوني بحب الالقاء ونميت شخصيتي بهي الموهبه، فيعني اغلب الحفلات اللي بتصير بدار الرحمه بداري انا اللي بقدم الحفل، طبعا يعني بيكون من عده فقرات بقدمه من اوله لاخره، بعده فعاليات، يعني في عنا فعالية مثلا معرض الزهور اللي مضت بحديقة تشرين، كان لنا يوم طبعا يعني انا كنت مقدمة الحفل فيه، كان يوم كثير حلو. يعني اغلب يعني نشاطاتي اللي بتصير بالدار هي تقديم حفل، ممكن اني مثلا ساعد بدراسة، ساعد ب يعني هيك عدة نشاطات. زهرة، شو بدك تسمعينا كمان؟ شو بدك تسمعينا كمان؟ بسمعكم شو حضرة شي؟ تحية إلى سيدة نساء العالمين مريم عليها السلام، أتانا السلام فصل يضوع بالاحترام، وألقى النسيم إلينا رسالة لقد سطرتها حروف الوئام، تعطر بالبوح سطري ورفرف قلبي كطير الحمام، نقاء
بهاء كذا واحترام، فرحت أجوس الخيال بعقلي وأذهلني اسم المرسلة. هل تعلمون المرسلة؟ مريم العذراء ملكة السلام عليها السلام، اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين وجعل ذريتها من المقربين، رسول محبة رسول سلام، يا أم النبي عيسى رسول السلام عليك السلام. أيا سيدة نساء العالمين، أيا امرأة حملت تاج السلام، إني أحييك نجوى احترام وأهز لقلبك جذع القصيدة، وأهدي إلى عينيك ضوع ابتسام وبوح كلام وذكرى وئام. أيتها الصديقة، أيتها الماجدة، يا سيدتنا مريم عليك السلام عليك السلام عليك السلام. شكرا لك ويسلم هتم الزهراء. حاولتي تكتبي مع الإلقاء يكون شيء من أحساسك، شيء حاسة فيه يمكن، وتكملي بالإلقاء، أو بتحبي أنت يكون في قصائد بتميلي لإله وبتلمس أحساسك وتلقيه؟ هلا أنا يعني جربت كم مرة لكن يعني ما قرأت للعلن، ممكن يعني إني أكتب خاطرة أو أكتب يعني شيء صغير، بس يعني إنه ما جربت إني يعني أنا أكتب وأقدم بنفس الوقت. زهراء الحلو فيكي وانت عم تلقي انك ذاكرتك حاضره، يعني ممكن تلقي لمده طويله، في ناس عندهم موهبه الالقاء ولكن على الورق، يمكن بيستعينوا بالورق، انت حافظه وهذا الشيء اكيد بده يمكن تنميه. بتصور القراءه، انت من الاشخاص اللي ممكن بيحبوا القراءه، كيف بتنمي هي الموهبه تكون ذاكرتك حاضره ليكون عندك حتى مخزون لغوي كافي؟ اكيد يعني الواحد لما بده يكون عنده مخزون لغوي كافي او انه يكون عنده مفردات كافيه وانه يقدر يفهم هي المفردات لازم يقرا. يعني القراءة شيء كثير مهم إن كانت ورقية أو إلكترونية، يعني المهم إنه الواحد يقرأ. ممكن يعني يخصص ساعة باليوم إنه يقرأ فيها، طبعاً مو للبكالوريا هذا الحكي. يعني أنا كثير بحب هذا القسم، بحب القراءة. يعني زهراء أنت بأول عمرك استعدتك وعندك الطموح والموهبة والشغف وحبيتي تدخلي بعالم التطوع، اليوم شو رسالتك لكل هيك صبية وشاب صغار بعمرك؟ شو ممكن توجهي لهم كلمة من تجربتك؟ أكيد يعني أنا بقدم لهم، بقول لهم طبعاً إنه ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، قد ما كانت المصاعب كبيرة لازم نحن يعني نضل ماشيين ونبني هي نبني من المصاعب شيء نحن نقدر نوصل لحلمنا فيه. ما في شيء مستحيل، دائما لازم نضل نحلم. اكيد رساله بتحبي توجهيها كمان ان كان لدار الرحمه لاي شخص ممكن عنده موهبه معينه بس ممكن حاجز الخجل او اي حاجز ممكن يمنعه من انه يظهرها، للاشخاص اللي ساعدوكي ومدوا لك ايد العون مثل ما بنقول، شو بتحبي توجهي لهم؟ اكيد دار الرحمه هي داري، وانا يعني بفتخر بكوني فرد من افراد هي الاسره الكبيره دار الرحمه. امنا الغاليه مام براءة بتقدم للشكر الكبير، بالشكر الكبير لها، ويعني قد ما حكيت ما بيوفيها حقها. كانت دعم لي كبير، ودار الرحمه بشكل عام كان دعم لي كبير، هو بيتي وانا بفتخر بكوني فرد من هي الاسره الكبيره. اكيد اكيد زهراء، ونحن اكيد بنفتخر فيك، بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا زهراء علوان، وان شاء الله بدنا نتمنى لك كل التميز والتوفيق في حياتك. وانا بقدم الشكر الكبير لكم ولقناه الاخباريه السوريه. نتشكرك مره ثانيه زهراء، ونتمنى نشوفك اكيد باهم وباعلى المراتب محل ما بتطمحي اكيد. شكرا لك.